الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي طهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يكون لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد سماء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تعطس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئة اخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تغنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بحسنك راضيا قانعا وفي جميع الأهوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت ساقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من أسار لقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عزم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي آمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بوض أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بعقوبتي على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رؤوسا وعليا في جميع الأمور أتوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ذري والنظر في أمري.
إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترز فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منتصرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مفعلا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مصدر نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد مساقي يا رب ارحم ذاك بدني ورقة جلدي وقطة عظمي يا من بدأ خلقي وفكري وتربيتي وبري وتغذيتي حقني لاتباع كرمك وصالح برزقتي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنار غضاب توحيدك وغاب من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وسقطه ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات انت اكرم من ان تضيع من ربيته او تبعد من ادنيته او تشرب من اويته او تسلم الى البلاء من كفيته ورحمته وليت شيري يا سيدي والهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نتقد توحيدك صادقا وبشكرك فاتحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حظت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ذاتيا قليلا من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل نفسه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها بك وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن ضربتني ناطقا لا زجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أمال العارفين يا غياثا
المستغيثين. يا غياثا يا غياثا المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تصنع فيها صوت عبد مسلم، سجنا فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطبافها بجرمه وجريرته، وهو يزج إليك زجيج مؤملا لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمه، أم كيف تولمه النار وهو يامل فضلك ورحمتك، أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه، أم كيف يتخلقل بين أطبافها وأنت تعلم صدقه، أم كيف تهجره زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها. هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك ولا مشبها لما عاملت به الموحدين من ذرك وأحسانك، فباليقين أخطأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدين وقضيت به من إخلاص معاندين، لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك فلت مبتدئا وتفضلت بالإنعام متكرما. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناسيتي، يا عليما بذري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وآمالي عندك مقبولة، حتى تكون آمالي وأرادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا رب يا
على خدمتك جواره واشتد على العزيمة جوامعه وهملي الجد في خشيتك والتمام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ذنوب المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك وأخذني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رسم عليه الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل به ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مظلوموں کی مدد اور ان فلسطین کے عوام کی حفاظت کے لیے ظالموں کے خاتمے کے لیے بالخصوص اسرائیل غاصب اور ظالم کے نیست و نابود ہونے کے لیے پرچم اسلام کی سربلندی اور پرچم کفر و نفاق کی سرنگونی کے لیے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ علیہ السلام کے ظہور کے لیے تمام مریضوں کی شفا یابی مشکلات کی آسانی امور کی اصلاح اور تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کر پانچ مرتبہ ہم نے یزید کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الآلاء وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان
وبحق الأئمة الصفات الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام دار الهج واسطة محمد وعلى محمد عليهم السلام كما بوري الذكر کو اس مجلس کو اس دعا کو ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دار الہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دار الہ ہماری دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما تعجیل فرما تعجیل فرما مظلوموں کی مدد نصرت اور حفاظت فرما ظالموں کا خاتمہ فرما اسرائیل غاصب کو پناہ النار فرما دار الہ فلسطین کے مظلوم عوام کی مدد نصرت اور حفاظت فرما ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما ان کے مقابل میں اسرائیل غاصب کو ذلیل و خوار فرما دار الہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی تنظیمیں جہاں گو کر بھی ظالموں سے نظر بازنا ہے معبود ان تمام تنظیموں کی نصرت اور مدد فرما دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دار الہ تمام ظالموں کو خاتمہ فرما تمام مظلوموں کی حفاظت فرما ان کی نصرت اور مدد فرما خاص کر کے فلسطین کے مظلوم عوام کی حفاظت فرما دار الہ یہ واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کے مومنین مریض ان کو شفا عطا فرما جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما جو پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وتقبل منا انك انت السميع